السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات إني أحبها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، وأن يعيننا على أن نوفيها حقها، وأن نقوم بلوازم حبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا بنتكلم عن حاجة أشبه كده بخطة تشغيلية للعمل بما أوصانا الله عز وجل به في سورة الإخلاص، وهي بمثابة خطة تشغيلية للتزكي بالسورة. إزاي نتزكى بالسورة دي؟ وقفنا معها وقفة طويلة الحقيقة، لأن هو ده في النهاية قطب راحة الأمر، وده في النهاية الغاية اللي احنا عايزين نوصله. تكلمنا عن التطهير، وتكلمنا عن التطوير في حلقتين، عن بعض الأمور اللي المفروض طالما احنا فهمنا سورة الإخلاص وتدبرناها وآمنا باللي جاء فيها، حاجات المفروض ان احنا نعملها نتطور بيها، ونواصل الحديث ان شاء الله النهاردة عن ما ينبغي ان نتطور به بعد ما فهمنا وتدبرنا سورة الإخلاص. كنا قلنا محتاجين نتطور بان يكون عندنا خبيئة او خبئ من عمل صالح، ان احنا يكون عندنا ان احنا ننوي الخير دائما، ان احنا نجعل الاصل الاسرار والجهر اضطرار. كل ده فيما يتعلق بالاخلاص في القصد، الاخلاص في القصد، تمام؟ طيب عايزين بقى ما يتعلق بالاخلاص في الطلب، الاخلاص في الطلب، ايه اللي احنا يعني محتاجين نتطور بيه في يعني الاخلاص في الطلب؟ محتاجين نتطور يا جماعه بحاجه مهمه جدا، وهي ان احنا عايزين عبودية عظيمة زي عبودية التوكل، عبودية التوكل على الله سبحانه وبحمده، وعبودية الاستعانة بالله سبحانه وبحمده. المفروض ان الانسان اللي عرف ان الله سبحانه وبحمده احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان هو يتوكل عليه وحده سبحانه وبحمده. طيب نتوكل عليه في ايه؟ في جلب المرغوب ودفع المرهوب، في جلب الخير ودفع الشر. يعني نتوكل نعمل ايه؟ صدق اعتماد القلب على الله وحده مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. طيب نبدا نفعل التوكل ده، وتفعيل التوكل ده بيبان في حاجات كتيره جدا. يعني مثلا انت عندك البسمله بسم الله الرحمن الرحيم، ده توكل. يعني تقول أبدأ مستعينا بالله. مثلا عندك الحوقلة، توكل، سورة من سورة التوكل، كانت دي استعانة ودي افتقار، أي نعم، يعني هي عيلة واحدة في الأخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتبدأ حضرتك تتطور بهذه العبودية العظيمة، عبودية التوكل على الله سبحانه وبحمده. يعني أن أنت النهاردة لما يعرض لك أمر، أي أمر، أي أمر يعرض لك، وطن نفسك على ان اول حاجة تعملها انك تلجأ الى الله سبحانه وبحمد. النهاردة مثلا عرض لك مطلوب مرغوب، تعمل ايه؟ تتوكل على الله سبحانه وبحمد. يعني ايه؟ تروح لربنا الاول. طب اروح لربنا اعمل ايه؟ تدعو الله عز وجل، تسأل الله، تنطرح على بابه، تستغيث به سبحانه وبحمد، تستعمل الدعاء اللي تعلمناه من سورة الإخلاص في انك تتوسل الى الله سبحانه وبحمده انه يحقق لك الطلب ده. عنا او ظهر او لاح في الافق مرهوب، حاجة خوفاك او انت متضايق منها والآن منها، تعمل ايه؟ تلجأ الى الله سبحانه وبحمده، تروح على طول لربنا سبحانه وبحمده. ان انت تعمل ايه؟ ان انت
تدعو الله تستعين. يعني بصوا في حاجات عظيمة جدا ممكن نفعل فيها ببساطة خالص، زي مثلا الصلاة. يعني ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني أنت ببساطة النهاردة عنا لك مطلوب تقوم تصلي ركعتين، أو أنت كده أنت عملت إيه؟ أنت كأنك فعلا كده أخلصت القصد، يعني أخلصت لله وحده في الإيه؟ في القصد والطلب، في الطلب هنا. فقوم تطلب من مين؟ من ربنا. أنت بتصلي لمين؟ لله. تطلب من مين؟ من الله. تصلي وتدعي ربنا وبعدين تقوم تاخذ بالأسباب. فدي من الحاجات المهمة اللي ينبغي إن احنا نتطور بيها فيما يتعلق بالإيه؟ بالإخلاص في الطلب، الإخلاص في الطلب. ولذلك زي ما قلنا احنا محتاجين نتطهر بتعلق من تعلق القلب بالمخلوقين، ومن احنا نتصور ان حد يملك النفع والضر غير الرب سبحانه وبحمده. محتاجين نتطور بدي. لذلك من الحاجات اللطيفه جدا مثلا عبوديه زي الاستخاره، ان انت مثلا لما تيجي حاجه يعني بتطلب من ربنا انه يختار لك، ففعل الاستخاره. فعل الاستخارة شكل حاجة بسيطة جدا، ان انت النهاردة حبيت تعمل حاجة، تروح تيجي تتحرك ما تتحركش، استخير الله سبحانه وبحمد. فمن الحاجات الجميلة اللي محتاجين ان احنا نتطور بيها هي عبودية التوكل، الاستعانة على الله او الاستعانة بالله سبحانه وبحمده. الحقيقة الكلام عن يعني عن سورة الإخلاص كلام كتير وكلام يطول، لكن أنا من الحاجات اللي شايف أنها بسيطة وسهلة وجميلة جدا هي فكرة برضو التهليل، وأن احنا يعني سورة الإخلاص كأنها بتشرح لا إله إلا الله. فإحنا وخصوصا الدعاء الجميل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله من أحب الكلمات إلى الله، من أحب أربع كلمات إلى الله سبحانه وبحمده. ويعني الدعاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال قبلها خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي بعض الروايات الصحيحة أن خير الدعاء لا إله إلا الله، وخير الحمد الحمد لله رب العالمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أنت حضرتك النهاردة حاجة بسيطة زي التهليل، أكثر من التهليل، أكثر من التهليل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أنت لما تكثر من التهليل، وخصوصا في المواطن الإيه يعني اللي شرع فيها التهليل، نحن مثلا بنهلل مرة أو 10 مرات أو 100 مرة في أذكار الصباح والمساء. ان انت بتهلل في مواطن كثيرة وردت في السنة، انت تحرص على هذا التهليل، فيكون سبب في غفران الذنوب، ويكون سبب في تفريج الكروب، ويكون سبب في اصلاح القلوب، ويكون سبب في انارة الدروب ان شاء الله. فهذه العبودية العظيمة تحاول انك تتطور بيها برضو. طيب يعني من الحاجات المهمة بقى في التطوير هي ايه؟ هي تفعيل، نركز في دي بقى عشان دي مهمة، تفعيل سورة الإخلاص في المواطن التي استعملها فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى باستعمالها فيها. دي مهمة بقى. حصاد بقى، يعني احنا أنا عايز حضرتك تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل زي خريطة كده. يعني ياريت كده ورقة وقلم دلوقتي كده وتبدأ تعمل خريطة. خريطة لإيه؟ استعمال سورة الإخلاص. تستعمل فين سورة الإخلاص؟ مواطن استعمال سورة الإخلاص. طيب فتبدأ تحدد مواطن الاستعمال دي بالضبط، هو أنا استعملها فين بالضبط. طيب فإحنا هنقسم مواطن استعمال سورة الإخلاص ده، مهم من الحاجات اللي ينبغي أنك تتطور بيها، ده ضروري جدا أن أنت فعلا تبقى تقدم. هو الفكرة يا جماعة أن لما آية تخش حياتك ولا سورة تخش حياتك اللي يحصل أنت تبقى النهاردة أحسن من امبارح. انت بعد الآية احسن منك قبل الآية، زي الصحابة بعد القرآن احسن منهم قبل القرآن. احنا مش بس عايزين التحسين، احنا عايزين التحسين والتحصين، عايزين التحسين والتحصين. تمام، عايزين التحسين، عايزين التمكين والتحسين والتحصين، نمكن الحاجة دي ونحسنها ونحصنها كمان. خلاص، فبناء عليه احنا عايزين النهاردة ان انت مش معقولة تكون سمعت الحلقات دي كلها او سمعت البرنامج ده كله او عرفت الكلام ده كله في الاخر مفيش حاجة حصلت جديدة. احنا قلنا على حاجات اللي انت محتاج تتطور بيها،
ومحتاجين ببساطة بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه احنا بنبقى حريصين جدا لما ناخد آية أو سورة نحاول ندور على كل اللي يخصها في السنة وندور على يمين وشمال وهنا وما نتركش أي حاجة؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما في آية ولا سورة إلا وتخلق بها، مش عامل بها، لا ده عمل بها كان عمل دائم وملازم له كالخلقة فيه، يعني كان يعني مش بيعمله مرة اتنين ولا ثلاثة، صار خلقا له. فهنجد في السنة الأفاق التطبيقية، ولذلك دائما نقول إن السنة هي وكأنها يعني الصورة التطبيقية للآيات القرآنية، واللي طالع السنة أو طالع السيرة كأنما يطالع القرآن لكن من زاوية تطبيقية. ولذلك هتجد حضرتك في الإيه؟ في السنة أفاق تطبيقية. فالحاجات اللي احنا شفناها دي كلها ما يخص سورة الإخلاص من أقوال سيدنا النبي وأعمال سيدنا النبي وأحوال سيدنا النبي من التقريرات والصفات، المفروض كل ده يتجمع وتعمل في صورة خريطة في الأخير أنا المفروض أمتثلها والتزمها. فتبدأ تشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إيه هو اللي هو عمله وإيه اللي وصى به، فالحاجات هتكون ما بين حاجات هو أقوال ليه، أفعال ليه، تقريرات ليه، صفات، وتشوف الكلام ده في الأخير. ويمكن حتى يساعدنا جدا في الكلام ده حلقة أعظم المحبين اللي كلمنا فيها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد جدا جدا أنا مش عايز بس من حضرتك إن أنت ودي بقى نقطة بأكد عليها قوي 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 قوي، أنا مش عايزك إن أنت تحصر المواطن دي تقول واحد اتنين كان بيستعملها قبل النوم وبيستعملها هنا وبيستعملها هنا وخلاص. لا، أنا عايز منك حاجتين مهمين جدا. الأولى إن أنت وإنت بتقولها تبقى مستحضر إنك بتدعي ومستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فمثلا لو أنت بتقرأها في أذكار الصباح مع المعوذتين، النبي صلى الله عليه وسلم وعد وقال تكفيك من كل شيء، فأنت لازم تكون موقن في الوعد ده. والنقطة الثانية لازم تكون وانت بتؤدي الكلام ده انت قلبك حاضر وفاهم، انت كأنك بتقول ايه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تكفيني كل شيء. لأن الطلب من ربنا يا جماعة ممكن يكون بالأقوال وممكن يكون بالأعمال، والطلب اللي بالأقوال ده ممكن يكون مسألة يا رب ارزقني، ممكن يكون ثناء تسبحه 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 أو تحمده 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 فيرزقك. فأنت لما بتقرأ سورة الإخلاص استحضر أنك بتقرأها على سبيل الدعاء، على سبيل الطلب، وأن الدعاء ده عبارة عن ثناء زي ما قلنا قبل كده في آية الكرسي. وبناء عليه لو سمحت عايز حضرتك ما تنساش الحديث ده، ان قلبك يكون موقن وما يكونش غافل له، قلبك حاضر وفاهم انت بتقول ايه بالضبط. النقطة اللي بعد كده عايزك تتفكر في علاقة ده، علاقة السورة بالموطن ده، ليه في الوتر وفي الفجر تبدأ بالتأكيد على الإخلاص وتنتهي بالتأكيد على الإخلاص؟ ليه قبل ما تنام؟ ليه في المقام ده؟ ليه مع الصلاة؟ يعني تحاول تتفكر في ايه، في حكمة ربط ده بده، عشان تبقى فاهم ومستحضر دور سورة الإخلاص في العمل اللي انت بتقوم به. ماشي، فدي حاجة مهمة جدا جدا، خريطة استعمال كده لسورة الإخلاص من خلال اللي قلناه في الحلقات 1 2 3 4 5، وتشوف ازاي تفعلها في حياتك. طيب انا الكلام ده ممكن انساه وممكن مرة اعمله ومرة ما اعملوش طب انا عايز احافظ على الكلام ده، ازاي احافظ عليه؟ ده بقى ما نسميه بالتعاهد، واللي هنتكلم عنه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.